صحة وجمال. النهاردة هنقول لكم مجموعة من وصفات جدتي، وصفات قديمة قوي كانوا بيستخدموها لرفع الوزن في زمن كانت النحافة عيب، وكان الوزن البنت السمينة رمز للعز والجمال والنغنغة كده. عشان كده هنكمل ايه الحاجات اللي ممكن جدتي كانت بتقولها وترفع بها الوزن بعد ما نشوف الاتصال. الأستاذ أحمد، أستاذ أحمد أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور عادل؟ أهلا وسهلا، ازيك يا عم أحمد؟ معاك أحمد من العمرية. أهلا أهلا وسهلا، مرحبا. والنبي يا دكتور أنا عندي المرارة فيها رمل. أيوه فيها رمل ومش عايز أعمل عملية. أيوه فعايزك تقول لي كده على العلاج الحلو بمشاهدتك، لأن أنت حلو أصلا. الله يخليك يا عم أحمد، الله يخليك. أنت من العمرية بقى؟ إيه لبغ النحل، لبغ النحل ده مفيد للجسم؟ طبعا في ابحاث اثبتت ان لدغ النحل مفيد جدا لمرضى الروماتيزم والروماتويد، ودي نتائج مؤكده ومثبته وعالميه مش بس محليه، يعني اللي اثبت نتائج 100% اللي هو في الروماتيزم والروماتويد والام الركب والمفاصل، وايضا استخدموه في علاج بعض امراض الكبد وجاب نتائج هائله جدا. يعني هو كويس للفيروسات والحاجات اللي زي كده؟ طبعا طبعا، هو عموما تعريض الجسم للدغ او توجيه انتباه الجسم لمنطقه بتتلسع، ده بيعمل تغيير للجهاز العصبي تماما، يبدا الجهاز العصبي يفكر في المنطقه اللي اتلدغت اكتر ما يبدا يهاجم في نفسه. عشان كده في نظريه العلاج بلدغ النحل نظريه محترمه جدا، ناس كتير في الصين وفي الهند وفي باكستان كانوا بيستخدموا اسلوب ربط دبارة او الخزم، يعني انا شخصيا شفت ناس واحنا في الامارات باكستانيين بيعمل خزم، يخزم حتة معينة ويخليها تعمل صديد، ولقوا ان الالم بيختفي بعدها مباشرة لان كل القوى المناعية بتاعت الجسم بتتجه للمنطقة المصابة. عشان كده اللدغ النحل احد وسائل توجيه جهاز المناعة لمنطقة تانية غير المنطقة اللي بيهاجمها او المنطقة اللي فيها ضرر اصلا، وده بيكون مفيد جدا في علاج الامراض اللي بترتبط ارتباط كبير بزيادة نشاط جهاز المناعة. فبنقول العلاج بلدغ النحل مفيد بشرط ان يشتغل الشخص اللي بيعمله على حاجة اسمها تريجرد بوينت او النقاط النابضة، في نقط معينة بتوجه اتجاه الجسم كاملا ليها، دي اسمها تريجرد بوينت او النقاط النابضه اللي بتوصل اشارات عصبيه او مفاتيح سطحيه في سطح الجسم، في الظهر وفي في مقدمه الجسم مناطق معينه، هي دي بنسميها المفاتيح الرئيسيه للجهاز العصبي. انت كنت بتسال، عم احمد بيسال على لدغ النحل، وكان ليك سؤال تاني يا ريت تعاود تقول لنا لو سمحت. بتقول حصل مرارة. ناس في الامارات في البدو بيعالجوه بطريقة بسيطة جدا، بيجيبوا عصير البنجر الاحمر اللي عامل زي الجزر ده، اللي احنا عادة بنعمله مخلل وبنستخدمه كمخلل، يعني عصير البنجر ويعصروا عليه ليمون ويتشرب فنجال 3 مرات في اليوم قبل الاكل، لقوا ليه تأثير رائع جدا 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 في التخلص من حصوات المرارة، وليه قدرة كبيرة جدا ايضا على تنظيف الكبد من السموم اللي بتضره وبتأدي لحدوث هذه الحصى. الجميل برضو ان احنا مش بس نعمل ده وخلاص، الجميل ان احنا نبدأ نلغي من وجباتنا الحاجات اللي بتسبب حصوات للمرارة. كتير مننا بياكل اكل مسبك، كلنا في مصر تقريبا نعشق الاكل المسبك، كلنا لازم الباميه والزيت نقدحه ونحط عليه بصل ونبدا نحط عليه الطماطم والصلصه، وده اول واخطر اسباب اللي ممكن تعمل لنا مشاكل كبيره، بدايتها الحموضه، اول ما نحس بالحموضه نعرف ان في مشاكل صحيه هتتبعها. عشان كده بنقول لك خلي بالك من الاكل المسبك، تقدر تاكل نفس الاكل المسبك وتستمتع بيه، بس نعمل طريقه بسيطه قوي. بنجيب شويه ميه مغليه ونحطها على الحاجه اللي احنا بنطبخها، ونروح ندلق الزيت او
الطبقه اللي فيها الزيت الكتير دي، ونحط شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود عليها، يبقى طعمها لذيذ جدا، يبقى الاكل بتاعنا محتفظ برائحته وطعمه ونكهته. احنا بنقول دايما النهارده يعني عاوزين يكون عندنا دعوه للتفكير، عاوزين كده نقعد نفكر في عظمه الله سبحانه وتعالى. كل عشبه بنقول دايما كل عشبه وكل ثمره وكل فاكهه تكاد تنطق، تكاد تتكلم، تكاد تذكرنا بقدره الخالق العظيم. ناخد الاتصال ده وبعدين نرجع للموضوع اللي هنتكلم فيه. الحاجه عايده اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، اهلا وسهلا. انا عندي فيروس كبد اللي هو الفيروس سي دي. ايوه. وباخد العسل الابيض ده، بغلي الميه الصبح وباخده بميه دافيه وباخد حبه البرك. ايوه. هل ده يغنى عن عما العلاج الجديد ينزل ولا اعمل ايه؟ ده انت وصلك خبر العلاج الجديد يعني. وصلنا حضرتك، وبعدين عملت بتاع عين الكبد وكله، والكبد حلو بس خايفه منها لان السن ما يسمحش. خلاص احنا ما فيش خوف دلوقتي، الحمد لله رب العالمين. علمائنا المصريين الاكتشاف اللي عملوه ده فعلا اكتشاف علمي محترم واثبت نتائج هائله جدا، وقريبا جدا جدا ان شاء الله. احنا قلنا 2014 باذن الله تكون بدايه الخير على مصر، ودي اول تباشيرها باذن الله. العلاج الجديد ان شاء الله يدي نتائج هائله. صحة وجمال.